الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأنباء من عاصمة الخبر، أهلا بكم. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن روسيا لا تأخذ قرار البرلمان الأوروبي بشأن تصنيفها دولة راعية للإرهاب على محمل الجد. وأضاف بيسكوف أن قرار البرلمان الأوروبي يأتي نتيجة لزيادة مشاعر الكراهية تجاه روسيا عن الحد الطبيعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار ليست له طبيعة قانونية ملزمة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده، وأكد زيلينسكي ضرورة أن تكون قوات الدفاع مستعدة للتعامل مع تلك الضربات. قال أيضا إن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن لندن تعتزم مواصلة وزيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في عام 2023. أشار سوناك إن لندن ستواصل تقديم أنظمة دفاع جوي لكييف. أكدت النرويج عدم وجود تهديد روسي عسكري مباشر لها، وأكد وزير الدفاع النرويجي بيرون جرام أن التفاعل بين البلدين تغير مع الحفاظ على بعض الاتصالات والتعاون في الإنقاذ البحري. وأشار الوزير إلى أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا حافظت بلاده على بعض خطوط الاتصال مع موسكو، كما قال إن هناك تواصل بين الجيشين، كما أوضح الوزير النرويجي زيادة الإنفاق الدفاعي بعد الأزمة في أوكرانيا. يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي وإعادة ربطه بنظام التحويلات المالية سويفت، وذلك في إطار من صفقة الحبوب. وقال الاتحاد الأوروبي أن أي تعديل لإجراءات الاتحاد يجب أن يتم تبنيها بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس. وفي إيطاليا أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا بسبب موجة من الطقس السيء، حيث تسبب هطول أمطار غزيرة في انزلاق للتربة ما أدى لسقوط قتلى وفقدان العشرات. وأعلن وزير الحماية المدنية تخصيص أول حزمة للطوارئ بقيمة 2 مليون يورو في ختام اجتماع حكومي استثنائي. ختام الموجز، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. إلى اللقاء.